احنا عايزين نختم بقى بصوتك، ايه حضرتك رايك؟ انا بقرا تجويد وترتيل، اللي انت تحبه يعني ممكن اجيب حته تجويد وحته ترتيل. يعني احنا قدامنا مثلا دقيقتين، ايه رايك؟ تمام، يلا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن غفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن كافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا زياد، والله سعدت جدا بوجودكم. انتوا نماذج تشرف، ربنا يوفقكم باذن الله ويكتب لكم كل الخير. زياد ومحمد وايمان، سعدت جدا بوجودكم معانا النهارده، وان شاء الله رب كده ربنا يكتب لكم كل الخير ويوفقكم في حياتكم، وتفضلوا كده من حفظه القران، وخيركم من تعلم القران وعلمه. ان شاء الله رب كده يضلوا حافظين ويعلموا اجيال واجيال حفظ كتاب الله عز وجل. بشكر جدا ايمان وائل ومحمد وائل، وكمان بشكر زياد محمد.